بقالي فترة متلخبطة، كل شوية بقف أبص على الناس اللي حواليا، الحاجات اللي أنا بمر بيها، ويحصل لحظة سكوت في دماغي. كل لما الوقت بيعدي، كل لما بفهم حاجات أكتر في الحياة، كل لما الكلام معناه بيتغير بالنسبة لي. كنت بقعد كتير في أوضتي أحلم وتخيل العالم ده عامل إزاي، وكنت حاطة توقعات عليه، كل شوية بلاقي نفسي داخلة وخارجة من مراحل مختلفة في حياتي، وفجأة بلاقي نفسي في مكان جديد وببقى مش عارفة أطلع منه، مكان بيشدني وببقى حاسة إن في حاجة حلوة فيه، وبقعد أقرب له لحد ما عيوبه تبان. كل مرحلة من دول بتعلمني إني لازم أقف وأبص وأسمع، استسلم للأوقات الحلوة. والوحشة عشان أفهم إن مش كل حاجة بتوقعها لازم تحصل، وارتاح من الفكرة دي. لازم أتقبل كل اللي بيحصل، أتقبل الوقت اللي بيجري واللي أنا بمر بيه. Thank you.
وحاول أسيب نفسي واستسلم للي بيحصل. Thank you.